يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا شروة أقلام، الكرتون واحد ب 53 دولار، يحتوي على 1440 قلم. احنا بالعراق نسميه قلم أبو السلايات. تعالوا نشوفكم شنو يعني قلم أبو السلايات. طبعا العلبة الوحدة تحتوي على 60 قطعة، حجم السلاية 0.7 ملم. تعالوا نشوفكم الموديلات مالته. أول واحد طلع عندنا مكسور، عفوا أول واحد لا مو مكسور، استغفر الله. العلبة هذه الوحدة تحتوي على 60 قطعة، الكارتون كله ب 1440 قلم، وممكن تأخذ كارتون واحد. البارحة وصلتنا 20 كارتون، الكارتون الواحد ب 53 دولار بدون شحن. شنو يعني قلم أبو السلايات؟ تعال نشوفكم. طبعا يمكن بالداخل بي أكثر من موديل، بس هي أكثر من موديل هو هذا يطلع. واضح صحيح؟ هذا اللي احنا نسميه ابو السلايات، يعني بداخله اللي هي هذه الرصاص، بداخله اللي هذه هي القطعه الرصاص. تمام، واضح. حجم 0.7 ملم، هنا أنا مكتوب عندكم الحجم 0.7 ملم. العلبه الوحده بيها 60 قطعه. طبعا العلب ما اعرف كل الكراتين او فقط هذا الكراتين، بعض العلب وسخه من هنا يعني انت بعد تنظفها، اما البضاعه فالبضاعه جديده ونظيفه وكلها شغاله وتوب. اوه روعه. هذا ما بي حلو، لا تعبه ولا هو. كل قلم كل قلم وبي السلايه مالته، كل قلم وبيجي من نوبي. شوف هاي العلبة بضاعة حلوة، موديل واحد حسب ما عرفت، انه اكثر من علبة انا فتحتها كلها نفس الشكل ونفس الموديل. هاي طالع بيها نقص وحدة. اوكي، مرة خاف يطلع عندكم نقص وحدة، وحدة اثنين على حلاوة الحرام. 1440 قطعة ب 53 دولار، وشايفين ألف خير. ها مو نقص وحدة، هذا اللي لقيته ساقط بالداخل، حتى هذه اللي طلع عندنا بدون علبة هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.